السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما مننت به علينا وأنعمت. نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا، ونبوء لك يا ربنا بذنوبنا. أيقنا بقولك يا ربنا وما بكم من نعمة فمن الله، وأيقنا بقولك يا ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيا رب أوزعنا شكر نعمك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. ولك الحمد يا ربنا على ما مننت علينا به من نعمة الحج ونعمة الوقوف بعرفات، ذلكم المشهد المهيب المذكر بيوم الدين، ذلكم المشهد مع الحر الشديد الذي فيه يذكر بيوم الميعاد. إذا كان ربنا جعل نار الدنيا مذكرة بنار الآخرة كما قال سبحانه إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فهذا الجمع المهيب الذين تجردوا من ملابسهم إلا ملابس الإحرام يذكرنا بيوم الجمع الذي لا ريب فيه. فالحمد لله على ما بلغنا هذا الموقف، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا يوم عرفة أفضل يوم في السنة كلها. هذا يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، إذا كان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا تعالى ما يريد هؤلاء، أما الذي يريد هؤلاء الذين أتوني من كل فج عميق، ويشهد ربنا ملائكته على المغفرة لهم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اغنموا هذا اليوم، رطبوا ألسنتكم بالإكثار من قول لا إله إلا الله، فهذا خير ما يقال هذا اليوم. أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله، واخلطوا ذلك بالتلبية المتضمنة لكلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة بارك الله فيكم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، فحافظوا على أسماعكم، وحافظوا على أبصاركم، وحافظوا على ألسنتكم، لا تتكلموا إلا بما يرضي الله، لا تتكلموا إلا بذكر الله، خاصة في هذا المشهد المهيب الذي أقسم الله به إذ الله قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فمن العلماء من قال الشاهد الله والمشهود يوم عرفة، وهذا أحد الأقوال في هذا الصدد. فاغنموا ذكر الله في هذا اليوم العظيم يوم عرفات، أكثروا من الدعاء، فرب دعوة تستجاب تسعد بها في دنياك وتسعد بها في آخرتك، تسعد بها في دنياك وتسعد بها في آخرتك، بدعوة وأبواب السماء مفتوحة لها، تفتح لها أبواب السماء فتتقبل، تكون سببا في سعادتك، سعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. اجتهدوا في الدعاء بارك الله فيكم في هذا اليوم العظيم المبارك. أيها الإخوة، ويستحب للدعاء تقدمات، من التقدمات بين يدي الدعاء أن تحمد الله وتثني عليه،
وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتخير من الدعاء أعجبه إليك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قيما يدعو، لم يحمد الله ولم يثن عليه ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. أيضا اسألوا الله بأسمائه الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل يا خير الغافرين اغفر لنا، يا أهل المغفرة، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا عفو اعف عنا واغفر لنا. فتخيروا من أسماء الله الحسنى اسما موافقا لمسألتكم. أيها الإخوة، بينوا سبب الدعوة، لماذا تدعون بالشيء؟ تقول مثلا: اللهم ارزقني حتى أبذل في طاعتك ومرضاتك، حتى أكرم الأيتام، حتى أكرم المساكين. الخليل قال: وارزقه من الثمرات، أي وارزق أهلي من الثمرات. لماذا يرزقه من الثمرات؟ قال: لعلهم يشكرون. وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون. فبينوا سبب الدعوة، كما قال زكريا: وأيضا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث نبوتي ويرث علم آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. فبينوا سبب الدعوة، كما في الحديث: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. بين سبب الدعوة، ولا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، لا تدعو بإثم ولا تدعو بقطيعة رحم. توسلوا إلى الله بأعمال صالحة عملتموها لله، عملتموها لله، فهذه من المقدمات الحسان بين يدي الدعاء، كحديث الثلاثة أصحاب الغار: توسلوا إلى الله بتعففهم. أيها الإخوة، باب الدعاء عظيم، وهذا اليوم يومه، اليوم باب دعاء وباب ذكر وباب تلبية. فلا ينبغي أبدا أن تكونوا نياما والناس يدعون ربهم، لا ينبغي ولا يليق بكم أن تكونوا في لغو وفي مزاح، والناس المجدون يجدون في الدعاء ويجدون في الذكر ويجدون في التلبية والتهليل. أيها الإخوة، اغنموا هذا اليوم، فلا ندري لا ندري هل نقف هذه المواقف بعد ذلك أم لا. فاحمدوا الله على هذه النعمة، ومن شكرها أن نستغلها استغلالا حسنا في ذكر الله، في طاعة الله، في مرضاة الله سبحانه وتعالى. حافظوا على أسماعكم، حافظوا على أبصاركم، حافظوا على ألسنتكم، فأهل الإيمان كما وصفهم الله عن اللغو معرضون. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، الرسول يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا ترهقوا أنفسكم بالذهاب إلى الصخرات، لا ترهقوا